وللحديث عن أوضاع اللاجئين حول العالم والانتهاكات التي ارتكبت ضدهم لا سيما في فترة وباء كورونا، معنا من باريس السيد صخر إدريس رئيس تحرير منصة المهاجرون الآن. مرحبا بك معنا. تحياتي، مرحبا، سلامات. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. بخير، وجميع المستمعين وجميع المعيدين بهذا اليوم. حياكم الله. الأمم المتحدة تؤكد أن الاستجابة العالمية الجماعية لوباء فيروس كورونا لم تفلح في حماية حقوق اللاجئين. أمام هذا التقرير سيد صخر، إلى أي مدى يمكن أن يكشف أو اكتشف اللاجئون هشاشة القوانين التي من المفترض أن تحميهم لسيما في فترة الأوبئة؟ حقيقة يعني اللاجئين كانوا أو اللاجئين والمهاجرين على حد سواء كانوا فعلا في خلينا نقول في صدمة. يعني مر اليوم تقريبا حوالي عامين وعدة أشهر على وباء كورونا، وللأسف كان 20 دولة تقريبا على الأقل لغاية اليوم فيه وصول الأشخاص الهاربين من مناطق النزاعات بسبب الإجراءات والتطبيق المطلوبة، يعني اللي متعلقة على أساس الصحة العامة. نوعا ما هناك تحسن تقريبا عن مقارنة عن بدايات الحظر أو ذروة الحظر، ولكن كانت القوانين هذه صادمة للأمانة، خاصة لأنه كثير أشخاص ضعفاء تعرضوا لمخاطر إضافية بسبب وباء كورونا، بسبب إعادتهم أيضا وعدم منحهم اللجوء والتقييد اللي صار عليهم وعلى المواطنين. يعني كانت صدمة للأمانة. أنا كنت متطوع في بدايات الأزمة، أزمة كورونا والوباء، وما زلت لغاية الآن. كانت يعني الصدمة من قبل لاجئين الامتعاض بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الورقية. نعم. كان أيضا في عنصرية نوعا ما، معلش خلينا نذكرها بشكل واضح، كان في عنصرية نوعا ما في عملية التعامل مع اللاجئين أثناء وباء كورونا. يعني صار كل دولة تبحث عن مواطنيها بداية. للأسف حتى المواطنين، كل الدول طبعا أو معظمها خلينا نقول من عند التعميم، يعني حتى كانوا المواطنين ما قدروا يلتزموا بالتزامات الوقاية من كورونا. نعم. طب هذا التقييم الذي أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأوضاع اللاجئين، ألا يؤشر بشكل أو بآخر إلى ضرورة زيادة الاهتمام باللاجئين والمهاجرين؟ طبعا هو مؤشر مهم جدا. يعني وكان الفشل هذا مخيب للآمال حقيقة. كان لازم المفروض يكون أنه كما أسلفت أنه الدول هي حافظ أو تحمي أو اللاجئين في فترة الأوبئة، ولكن للأسف ما عم بيتاخذ، ما عم بيكون في تجاوب من الدول. يعني دائما الأمم المتحدة أو المفوضية السامية للأمم المتحدة هي ما صاحبة القرار، خلينا نقول. يعني هي قد تكون منظمة مراسلة، ما صاحبة القرار، لأنه باختصار شديد ممكن أي دولة ما تلتزم بالقرارات. ولكن إذا كنا بحاجة، احنا لا يعني دائما نقول ان العالم قريه صغيره، اذا كنا بحاجه الى التفكير باننا نعيش في هذا العالم الصغير، يعني فيروس كورونا حالي هذا الوباء يعني هو خير مثال لنطبق هذا الشيء، ولكن للاسف المؤسسات الامميه لا اعتقد، وهي وجهه نظر خاصه يعني بسبب ما شاهدته، لا اعتقد قراراتها ملزمه. يعني هي تقوم برفع توصيات، ولكن الدول يمكن لها ان تتنصل وتتنصل في جميع الاحوال. نعم. نعود الى موضوع العنصريه استاذ صخر. كاعلاميين وناشطين، من خلال مراقبتكم لاوضاع اللاجئين والمهاجرين، كيف اسهم هذا الوباء في كشف مستوى العنصريه ضد اللاجئين والمهاجرين بشكل عام؟ يعني هون خليني اكون منصف، حقيقة ما كانت العنصرية بشكل عام، يعني لأنه في شغلة كثير مهمة هون خليني أقول لك إياها. معظم المتطوعين في ذروة الوباء، في الذروة، وأتكلم عندما كان هناك جزع وخوف في شهر ثلاثة، في أواخر شهر ثلاثة من عام 2020، معظم المتطوعين لخدمة المجتمعات كانوا من اللاجئين والمهاجرين نوعا ما، وبالتالي هذا الموضوع اعطى انطباع ايضا بانه هؤلاء اللاجئين والمهاجرين ليسوا عالي على المجتمعات، بالعكس تطوعوا وكانوا في الصفوف الاولى لخدمه المجتمعات. ولكن كانت هناك طبعا الاحزاب المتطرفه او لنقل حتى العنصريين في اوروبا حاولوا يخففوا من اهميه التطوع هذا، ولكن بالنهايه نعم
بالنهاية أثبت المتطوعين اللي معظمهم مهاجرين ولاجئين، وأنا أتكلم عن شيء حصل وشاهدته أمام عيني، ما كان في عنصرية حقيقية، بالعكس نوعا ما خفف من العنصرية. ماذا عن دور الإعلام؟ إلى أي مدى يفترض أن يطور أدوات جديدة للتغطية خلال الأوبئة ويكافح هذا التقصير الذي حصل وخطاب الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين؟ يعني الإعلام إجمالا هو يعني هدف الإعلام أو نقول رسالة الإعلام هي إيصال الحقيقة للجمهور لاتخاذ قرار، ليمثلهم من اتخاذ قرار. طبعا الإعلام في إعلام كثير ساهم بتخفيف من خطاب العنصرية ضد اللاجئين، ولكن أيضا في على المقلب الآخر في إعلام متطرف بصيغة مهنية للأسف كان يقول أو ينشر أنه يجب مكافحة الوباء لأهل البلد وليس للاجئين والمهاجرين، يعني كان الإعلام متضارب هون حقيقة. أنا هنا أيضا أنقل وجهة نظري التي شاهدتها، يعني قد يكون هناك لشخص آخر وجهة نظر أخرى، ولكن أنا التي اللي شاهدتها أنه في كثير إعلام أيضا ساهم في عملية التخفيف من الكراهية والعنصرية ضد اللاجئين، ولكن في المقابل أيضا في إعلام ساهم بالتحريض على اللاجئين، أنه هذه الإجراءات يجب أن يتمتع بها مواطنو هذه الدول وليس المهاجرين أو اللاجئين. طيب، حرمان عشرات الدول لا سيما الأوروبية طالبي اللجوء واللاجئين من حق الحصول أو الوصول إلى أراضيها وطلب اللجوء فيها، وهذا الموضوع أشرتم إليه قبل قليل، ألا يتطلب من المفوضية السامية إيجاد آليات بديلة لا سيما مع الخطر الذي يتعرض له اللاجئون أو ضرورات لم الشمل للعائلات والأطفال القاصرين؟ يعني كما أسلفت منذ قليل، الأمم المتحدة يعني أو المنظمات الدولية هي لا تملك قرارات ملزمة حقيقة، يعني هي دائما هي ترفع توصيات، ولكن حتى الأمم المتحدة في أكثر من مرة صرحت بأنه حتى هذا تقييد الوصول هو يتعارض مع القانون الدولي، وأكدت أنه لا ضرورة له، ولكن لكل دولة سياساتها بالنهاية. يعني لا تستطيع للأمانة، لا تستطيع المفوضية السامية ولا المنظمات الدولية ولا حتى الأمم المتحدة فرض، ولكن هي تعمل على إيجاد آليات بديلة من خلال التوصيات أو من خلال طلبات عدم التقييد، ولكن يعني لا يوجد العديد من الدول التي تستمع إليها. يعني أنا لا أريد أن أتجلد الذات في الموضوع هذا، المفوضية السامية حقيقة لا قرار لديها. نعم. طيب أخيرا، ما المطلوب حاليا في ظل الازدواجية التي ظهرت مؤخرا بالتعامل مع اللاجئين والمهاجرين خصوصا مع الأزمة الأوكرانية؟ كيف يمكن إنهاء هذا النوع من الازدواجية؟ اللي حصل العنصرية اللي ظهرت مع الأزمة الأوكرانية في الغزو الروسي على أوكرانيا حقيقة كانت مخيفة جدا، وكانت عنصرية واضحة وظاهرة لدرجة أنهم وصفوها توصيف دقيق بأنها أولاء بشرة شقراء وعيون زرقاء إلى ما هنالك. المطلوب حاليا يعني رفع مستوى التوعية، وخاصة من وسائل الإعلام، حتى وسائل الإعلام البديلة ووسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبحت مؤثرة. لا أعرف مدى تأثيرها حاليا، ولكن إن كان هناك فعلا حملات توعية بهذا الخصوص قد تنجح، خاصة في ظل تصاعد اليمين المتطرف حاليا في أوروبا للأسف. يعني هذا ما يمكن رفع مستوى الوعي، ويجب على الأمم المتحدة هنا يكون دور المنظمات الدولية، من كان من الأمم المتحدة أو المنظمات الأممية والمفوضية السامية، هنا دورها في رفع مستوى الوعي والتوعية بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين القادمين من دول النزاعات. أشكرك جزيلا من باريس، رئيس تحرير منصة المهاجرون الآن السيد صخر إدريس.